السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. طبعا رمضان خلص والعيد كمان خلص، وكان المفروض اعمل الفيديو ده قبل العيد وقبل رمضان ما يخلص، بس للاسف كالعاده يومنا كان مقلوب في رمضان وما كناش بنصحى بدري، فما كنتش عارفه اعمل الفيديو ده، فمعلش سامحوني. بس برده الفيديو ده لسه فيه مفاجاه ليكم، فتابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا ايه المفاجاه. رمضان كنت بعلن لكم عن موقع اسمه مودا نيسا، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن بوكس، هتلاقوا كل بياناته موجوده تحت في الديسكربشن بوكس. كنت بعلن لكم عنه ان هو بيبيع هدوم وحاجات كتير قوي للبنات او السيدات من تركيا، وكنت طول الوقت عماله اقول لكم الحقوا العرض بتاع رمضان، وبعدين بعد كده قلت لكم الحقوا العرض بتاع العيد، الخصومات لحد 70%. طبعا وانا بصور دلوقتي فاضل حوالي دقايق والعرض يخلص، فللاسف بس برضو لسه في مفاجاه في اخر الفيديو ان شاء الله. فمودا نيسا كان عامل عروض حلوه جدا، وانا بصراحه احترمتها وقلت يعني ما بقاش انا لوحدي، قلت خليكم انتوا كمان تلحقوها. ناس كتير قوي كانت خايفه من موضوع الجمارك بالنسبه للناس في مصر. النهارده نزلت على الستوري وكمان هحطه هنا رد من مودا نيسا، وكمان رد على الفيسبوك ان مودا نيسا بتتحمل الجمارك كامله بتاعه مصر، وده اللي حصل معايا لما استلمت الاوردر بتاعي. ما دفعتش ولا جنيه فوق الفلوس اللي انا دفعتها على هدوم، الهدوم ما جت، يعني انا دفعت فلوس الهدوم بس ما دفعتش الشحن ولا دفعت جمارك، ودي حاجه كويسه جدا من مودا نيسا. دلوقتي انا الحاجه بتاعت مودا نيسا وصلتني من كام يوم، وطبعا كنت مكسله جدا اقف اصور الفيديو واوريكم الحاجه، حتى انا كسلت اقيس الهدوم. فانا دلوقتي هوريكم الحاجه وهقول لكم رايي فيها في الخامه، وان شاء الله هقول لكم في اخر الفيديو رايي في المقاسات والحاجات دي كلها. يلا بينا. طبعا انا فتحتها فخلاص يعني، بس هوريكم الباكجينج. الحاجه بتاعت مودا نيسا بتجيلنا مشحونه عن طريق ارامكس، بس التغليف بيكون عليه مودا نيسا، فالحاجه هي عن طريق ارامكس، فاحنا طبعا الحاجه مش هتضيع في البريد المصري زي ما اتعودنا يعني. طيب اول حاجه الهدايا. مودا نيسا لما بتشتروا برقم معين يعني من عندهم اللي هو فوق ال 400 جنيه مصري تقريبا، بتاخدوا هديه سكارف من اختيارهم وبيكون عشوائي. بصراحه عجبني اللون، اللون مش كشمير قوي، بس هو بني على يعني، هحاول اوريهولكم شويه. انا عارفه ان اللايت طبعا مغير لونه. الحاجه الوحيده اللي مش عجباني فيه الخامه، بصوا عامله ازاي، مفتحه كده وخفيفه، مش زي الخامات اللي احنا بنجيبها في مصر التركي برضو يعني، ده تركي انا عندي ده برضو تركي. الخامه طبعا مختلفه، بصوا الاثنين جنب بعض، بس في جميع الاحوال بما اننا بنحط بندانه من تحت فدي خفيفه. هي حلوه قوي لانها خفيفه، هي مش تقيله، هتنفع للصيف. انا هلفها فوق اللي انا لابساها اهي، حلوه جدا وطريه وممكن تتلف. فالعيب الوحيد فيها ان هي القماشه خفيفه يعني شفافه، بس هي حلوه قوي وعجبتني، وهحطها على كذا حاجه من اللطقم، غير ان هي جايه لون يليق على الحاجات اللي انا شاريها اصلا. لو متابعيني من زمان هتعرفوا ان انا دايما اغلب فيديوهاتي بطلع لابسه رمادي، قريب بس اللي بدات البس الوان كده ومشجر وحركات، فطبيعي جدا اشتريت حاجه رمادي. الكود بتاع الحاجه دي هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن بوكس، لما تنزلوا هتلاقوا اللينك بتاع التونكس وهتعرفوا تجيبوها وتشتروها. دي اول تونيك، هو من فوق رمادي عادي جدا، بس من تحت هو بكم على فكرة، من تحت فيه زي بليسي كده صغير طويل قوي، يعني هقول لكم هو ممكن يبقى وصل لحد فين، يعني فوق يعني على الركبة بالظبط. هوريكم المقاس دلوقتي بالمزورة، خمسة وتسعين او ستة وتسعين تقريبا، ده اللي كان مكتوب في الصفحة بتاعت مودا نيسا الطول بتاعه. لو نزلتوا تحت في الديسكريبشن بتاع الطقم اللي انتوا هتشتروه هتلاقوا مكتوب تحت المقاس الطول والحاجات دي، طبعا بيزيد بقى ايه على حسب كل مقاس انتوا جايبينه. ده مقاس اكس لارج، الكتف على الكتف. طبعا انا لسه هقيس الحاجات دي كلها، بس فعجبني بقى من تحت كده في بليسي. عايزه اوريكم الخامه بتاعه
قطن بقى، ويعني خفيفة قوي قوي بس برضو مش شفافة، ودي اهم حاجة احنا لازم نراعيها. بصوا انا ايدي وراها اهو، مش شفافة خالص، خفيفة وحلوة ومش شفافة. تاني قطعة اول ما شفتها تخيلت انها حلوة قوي الفرح او حتة حلوة قوي المناسبة، بعدين لقيت نفسي ان لا انا بلبس كده عادي في الايام العادية. تاني قطعة، كل القطع اللي انا جايباها هي قطعة بكم، لان انا بحب الوان بيس، ما بحبش البس كذا لير، هم عندهم حاجات كتير قوي كذا لير تقدروا تجيبوها، انا بحب الوان بيس وكلهم بكم بكم وطوال وان بيس على جينز ونبقى زي الفل. بصوا بصوا الدلع. طبعا الرينج لايت مطلعهم بيبرقوا جامد، بس هما في الحقيقه لو مفيش اضاءه رينج لايت مش هيطلعوا كده. برضو اكس لارج. حكايه المقاسات يا جماعه، في جدول تقدروا تدوسوا عليه تشوفوا كل المقاسات. وطويل هو ساده مفيش اي حاجه، هي بس اللعبه اهو، هو اللعبة بس من هنا في الحتة دي. وبرضو هوريكو الطول بتاعه زي ما كان مكتوب في الموقع ولا لا. هنقيس من اول خياطة الكتف وننزل لحد تحت ونشد المزورة 90. يمكن دي قصيرة شوية عن اللي فاتت، اللي فاتت كانت 96، بس انا شايفة برضو انها مش قصيرة قوي، لان برضو 90 يعني فوق الركبة شبر تقريبا بالنسبة لي، فانا شايفاها كويسة. لما بشوف المراية عشان اشوف معاكم، مبسوطة قوي ان هما جم في شحنة واحدة. ومن هنا الكم قست كده، فمفيش تحت بادي تحت ولا اي خالص، لبس واحدة بتلبسي الهدوم قطعة واحدة. بصوا بقى الخامة بتاعة البادي، بصوا عاملة ازاي، تحسوها تقيلة، تحسوها كده انها يعني تنفع تبقى شتوي قوي، هي تنفع شتوي طبعا، عليها جاكيت كده وعليها اي حاجة تنفع قوي شتوي، بس مش شتوي شتوي، تنفع خريفي وتنفع ربيعي. اخر قطعة، بما اني ما بحرمش وبقالي سنتين ورا بعض بشتري اللون ده. طبعا البيس دي من احلى القطع، انا ما كنتش متخيلة انها تطلع حلوة كده، كنت فاكراها تطلع شتوي برضو. هي فيها كابتشو من ورا، هي كاب. بصوا الحلاوة، بصوا الكم، وبرده الكم فيه من هنا استك. وعلى فكرة الحاجة دي انتوا ممكن تجيبوها اوفر سايز براحتكم عادي جدا، بس دي بقى انا حسيت انها تطلع كبيرة قوي على. بصوا خليني اشوف لكم الطول، هي من ورا اطول من قدام، بس خلينا نشوف قدام قد ايه. نجيب المزوره بتاعتنا ونحطها على الكتف من فوق وننزل لحد اخر، هي من ورا 90 ومن قدام 86 اهو. وبرده لان هي تعتبر هتبقى كبيره عليا فهتبقى مريحه، فهتبقى نازله لتحت. طبعا اللون فظيع، طبعا هو مش لايق على السكارف ده، بس هي من ورا برضو سادة ما فيهاش اي حاجة، مفيهاش غير الكابتشو، الكابتشو كبير قوي قوي، والحزام بتاعه ساتان. هقرب لكم الخامة برضو اهي، برضو خفيفة ومش شفافة. انا اعجبت بيها يا جماعة، انا اول مرة يعني انا فردتها بس اول مرة احطها كده واشوفها عليها. طيب نيجي بقى للمفاجأة، المفاجأة ان لسه لحد دلوقتي في خصم، بس مش خصم 70% زي ما كنت بقول لكم على الموقع. انا مش عارفه هل هيعملوا خصومات تانية بعد العيد ولا لا، بس في خصم 20% على اللينك بتاعهم اللي موجود تحت في الديسكربشن، في اول الديسكربشن بوكس لينك الخصم هتلاقوه، دوسوا عليه وخشي حطي الايميل بتاعك وحطي اعملي باسورد وخشي اشتري. زيرو جمارك، زيرو شيبينج. انا الحاجات دي كلها لكم ان تتخيلوا ان 3 قطع ومعاهم سكارف ليا دفع فيهم حوالي 400 جنيه، يعني في مصر الوان بيس من الحاجات دي بتبقى ب 400 جنيه، انا جايبه الثلاثه كلهم ب 400 وشويه يعني وكسور صغيره، بس طبعا 400 جنيه مشحونين من تركيا، دفعت زيرو جمارك، دفعت زيرو شحن، طبعا تستحق. في فساتين حلوه قوي، انا كان في فستان كان نفسي اجيبه جدا، بس هو فستان مناسبات وانا ما عنديش مناسبات قريب، فقلت بلاش. لو في اي حاجه كده كده الشحن ما بياخدش وقت طويل،
الشحن هما بيقولوا انه بياخد حوالي 10 ايام. الحاجه جات لي قبل 10 ايام زي ما قلت لكم، كنت نايمه فاستلمتهم بعدين، ده ما كانش كمان فات 10 ايام. موقع مودانيسا الحاجه بتيجي من تركيا مشحونه عن طريق ارامكس، توصل لحد عندك البيت، المندوب بيكلمك مره واثنين وثلاثه لحد ما يوصل لك الحاجه ويطمن ان انت استلمتيها. وانت لو عايزه ترجعي حاجه من الحاجات دي بيبقى في رسيد بتطبعيه عن طريق الموقع بتاع مودانيسا وتبعتي الحاجه، بس الحاجه ما بتتبعتش عن طريق فيدكس، بتروح تبعتيها عن طريق البريد المصري. هحط لكم تاني الحته اللي مودانيسا بتقول فيها انه زيرو جمارك، هم اللي بيشيلوا جمارك مش انت اللي بتدفعيها. فعندكم طرق كتيره جدا للدفع. في حاجه صغيره، الدفع عند الاستلام عليها مصاريف زيادة، يعني الحاجة عشان تجيلك البيت تدفعي ساعة ما تستلمي هتدفعي مصاريف زيادة، والمصاريف دي بتختلف من محافظة لمحافظة ومن مكان لمكان. انا كان تقريبا كنت هدفع حوالي 91 جنيه زيادة فوق الثمن، فانا دفعت عن طريق الماستر كارد. وانتوا بتعملوا شوبينج من على موقع مودانيسا، اي بريفير ان انتوا تعملوا شوبينج عن طريق الابلكيشن، لان وانتوا بتعملوا شوبينج عن طريق الويب سايت هتبقوا شايفين السعر بالدولار مش بالمصري، مش بالجنيه المصري، فبالدولار انتوا بتحسبوه هتحسبوه على سعر الدولار، وتيجوا تدفعوا هتلاقوا فرق، ممكن يبقى فرق مش كبير بس هتلاقوا فرق في السعر. فالاحسن ان انتوا تعملوا عن طريق الابلكيشن بتاع الموبايل، هتلاقوا السعر مكتوب بالجنيه المصري وبس. زي ما عودتكم كل مره لما اجي اعرض لكم حاجه هقول لكم رايي فيها بمنتهى الصراحه، وهقول لكم كل حاجه تقدروا تستفيدوا بيها. كود الخصم ده 20% هديه ليكم من موقع مودانيسا، ورايي بمنتهى الصراحه انا هشتري تاني من موقع مودانيسا مره واثنين وثلاثه، زي ما قلت لكم على مواقع كتير ان انا هشتري منها واشتريت منها، بس كان عذابي الوحيد كان البريد المصري. دلوقتي مودانيسا بيبعت لي عن طريق ارامكس، فانا مرتاحه جدا من حاجه زي كده. ومش عايزه اطول عليكم اكتر من كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم والقطعه تكون عجبتكم. لو عايزين تشتروا نفس القطعه هتلاقوهم تحت في الديسكربشن بوكس، ليهم لينك وليهم كود تقدروا تعملوا سيرش عليهم وتشتروهم عن طريق موقع الابلكيشن. تقدري تتبعي الشحنه بتاعتك فين، بتلاقي الشحنه بتاعتك ظاهره وتدوسي على تتبع الشحنه، هيوديكي على صفحه ارامكس ويقول لك الشحنه فين، هيقول لك انها اتشحنت من اسطنبول، راحت للحته الفلانيه، وبعدين دلوقتي هي موجوده في الجمارك، دلوقتي موجوده في مركز التوزيع بتاع المكان اللي انت مستنيين ايه، اعملوا شوبينج دلوقتي حالا على موقع مودانيسا. لينك اون ذا ويب سايت هتلاقوه تحت في الديسكربشن بوكس، اول حاجه في الديسكربشن بوكس لينك الخصم تقدروا تروحوا تشتروا من هناك. اتمنى لكم شوبينج حلو وهايل وهدوم لطيفه وجميله، ونقضي العيد وايامنا كلها واحنا مبسوطين بالبيسز اللي احنا هنشتريها عندهم كل انواع الهدوم. وده كان اخر الفيديو، واتمنى ان تكونوا مبسوطين، واشوفكم باذن الله على خير في فيديو جديد، وسلام عليكم.